بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. يا جماعه عاملين ايه؟ كله تمام وبخير وعلى العال. اتمنى ان يكون كل شيء على العال و100 فل و14، اتمنى ذلك. و بصوا، هو البدايه بتبقى صعبه في اي حلقه، نظرا ان بيبقى في افكار كتير جدا بتبقى جوه مخ المذيع وبتبقى متضاربه مع بعضها البعض وبتقعد تتصارع، واي فكره من المفترض انها تطفو على السطح لتظهر على لسان المذيع، ودي بتبقى مسؤوليه صعبه جدا 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 جدا. ولا تظنوا ابدا 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 ان المذيع عباره عن مكلمه مستمره حتى لو بيتكلم كتير زي او لو بيتكلم بسرعه كمان. المساله كلها انه مهمش كلمتين بيتقالوا على ميكروفون ولا قدام كاميرا وخلاص. المساله تتعلق بمسؤوليه كلمة. انت بتقول الكلمة وانت قاعد عمال بتفكر يا ترى ايه اللي هيحصل بعد الكلمة دي، كويس، ويا ترى رد الفعل على الكلمة هيبقى عامل ازاي، على اي مستوى ايا كان، على مستوى ابسط والطف واصغر المستمعين سنا، يا ترى هو هيفكر في اللي انت قلته ازاي. المسألة ما هيش متعلقة بان احنا نتكلم وخلاص، المسألة متعلقة احنا بنقول ايه بقى. طيب، فهي صعبة، ما هماش كلمتين والسلام. يعني الفترة اللي فاتت احنا كنا كلنا لاحظنا خلال بضع سنين نمو شكل من اشكال الاغاني، اتسمت اغاني المهرجانات. انا معرفش ايه السر ورا ان اسمها مهرجانات لكن موجودة. طيب، بتعبر عن ثقافة ما؟ اكيد. بتعبر عن طبقة ما؟ اكيد. بتعبر عن معاناة هذه الطبقة؟ وارد. بتعبر مش بس عن المعاناة، عن الافكار والعواطف والمشاعر وعن حياتهم اليومية وعن لقمة العيش وعن نظرتهم لكل شيء في الوجود، وارد جدا. واكيد هتلاقي بعض الاغاني كده. انا من الناس اللي حبت جدا اغنيه مفيش صاحي بقى صاحي، حبيتها جدا 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 جدا. وبالتالي كان لازم ان احنا نحاول نناقش مساله اغاني المهرجانات بشكل ابعد واظن اعمق بكتير من مساله انه ايه الكلام ده وايه اغاني العشوائيات وايه الاغاني ممكن تبقى حلوه وممكن تبقى وحشه، بس تتناقش، وتتناقش بمنظور واقعي وحقيقي، وتتناقش من موقع بحثي إذا صح التعبير. وعلي لما أجي أناقش حاجة زي كده، بما أن أنا راجل ما بفهمش في المزيكا، أنا راجل بسمع، لازم أناقش ده مع حد فاهم مزيكا وفاهم غنى وفاهم فن، وهو خد قرار أو هي خدت قرار أن حياتها كلها تبقى عبارة عن حالة فنية كاملة ومتكاملة، فتكون هي الفنانة وتكون هي المؤدية والمغنية والمطربة وتكون هي الباحثة في الدراسات الثقافية والاجتماعية، ذائعة الصيت الشهيرة جدا والصديقة العزيزة فيروز كراوي منورة داخل الاستوديو. ازيك يوسف؟ ميرسي جدا، يعني ميرسي لتقديمك اكتر من حقي. شكرا ليك وميرسي انكم بتجيبوني النهاردة، وتحية لكل جمهورك. بالعكس، منورانا ومشرفانا. وحشتني من اللقاء اللي فات. الله يخليك يا رب. قوليلي أغاني المهرجانات فيروز كراوية بتشوفها إزاي كفنانة وبتشوفها إزاي كباحثة؟ طيب، هو حلو أنك ميزت بين الحاجتين فعلا، لأنه الفنان هو بني آدم مش مهتم قوي بالتحليل حقيقة، ومش دوره يهتم بالتحليل. هو دوره أنه هو يطلع أفكار، يكون مبدع، يكون مترقع، يكون يعني مختلف شوية عن السائد. يعني لو في نوع من الفنانين، في نوعين دايما من الفنانين، في نوع بيشوف الرائج وبيعمل زيه لأنه أوريدي حاجة أثبتت نجاح، وفي حد تاني لا بيشوف إيه الرائج ومش عايز يعمل زيه، عايز يعني بالبلدي كده يعلي عليه، أو عايز يروح حتة تانية، أو عايز يكسر الموجود ده. فدايما الفنانين بيبقوا من الفئتين دول، وعادة طبعا الأكثر إبداعا هو اللي بيقدر يعمل بلغتنا الحالية ترند، يعني اللي بيقدر يقرأ حاجة كده في الجو ما كانتش موجودة، احتياج عند شباب، نغم هتعلق، طريقة كلمات معينة، ما عرفش إيه. يعني دايما بقول لنا ساعات إنه كلمة الذكاء الفني هو ان انت تقرا موجه لسه جايه كفنان، يعني تقرا حاجه لسه جايه وتبقى انت في الاوائل، يعني تبقى انت من اول الناس اللي قارت الحكايه دي. يعني حتى لو خدنا نموذج زي الفنان مثلا محمد منير، ده واحد طلع في وقت كان
اي حد بيروح شركه انتاج بيقولوا له مثلا غنينا عبد الحليم حافظ. كان لسه عبد الحليم حافظ متوفي، وكان كل شركات الانتاج دماغها ايه؟ انه ندور مين البديل لده. احنا دلوقتي فقدنا اكبر مطرب عاطفي مثلا كان في مصر، فبندور على بديل ليه. فالراجل ده الحقيقه محمد منير فضل يروح سنه ورا سنه ورا سنه، هو طموحه يغني، بس طموحه يغني بشكل معين، لونه، ثقافته، البلد اللي جاي منها، وكمان عايز يحط ده في شكل حديث. ففضل يروح شركات الانتاج، فكل ما يروح طيب غنينا عبد الحليم حافظ ونشوف. الحقيقة انه الراجل ده كان بيرفض رفضا تاما. في مطربين تانيين من جيله ومن وقته كانوا بيعيدوا عبد الحليم حافظ فعلا، او بيحاولوا يعملوه بطريقة تانية، بس هو برضو عبد الحليم حافظ. انما الراجل ده كان بيقولهم لا، انا مش هطلع الا بالصيغة او الفورميلا يعني اللي انا عايزها دي. وفضل صابر ومستحمل 4-5 سنين. ايه اللي يجبر هذا الراجل على كده؟ كان ممكن يجاري الموجة الموجودة، كان ممكن يجاري طلبات شركة الانتاج، معرفش ايه. لكن الحقيقة انه كان عنده بعد نظر. ليه؟ لانه ارى انه لا، بالعكس، ان الناس مش بتدور على بديل عبد الحليم حافظ. ده احنا بقالنا دلوقتي 5 أو 10 سنين في الوقت ده شرايط الكاسيت كانت انتشرت كوسيلة سمع، فبدأ الشباب المصري ده قطاع منه كبير بدأ يسمع ايه اللي بيحصل في العالم. بدأ تيجي شرايط الفرق الأجنبية، بدأ تيجي الموجات اللي رايجة في العالم دلوقتي، اللي هي كان وقتها الروك طبعا والبلوز مثلا وبعض الحاجات الالترناتيف الجديدة. فده كان اوريدي بدأ يغزو السوق المصري. فالراجل كان عنده حق، لأنه أول ما بدأ ينتج إنتاجه الخاص جات له الفرصة، عمل ألبوماته وعلموني عينيكي وبنتولد وبعدين شبابيك. شبابيك كان بجهات في السوق طبعا. فلما تيجي تقول أنه ده، طيب ازاي واحد كان يتخيل انه مزيكا مثلا متوزعة على فرقة يحيى خليل فيها مساحة جازي وفيها كمان فولكلور مصري وفيها عمق المصر الجنوبي ده اللي هو النوبة والموسيقى الافريقية بشكل عام؟ طيب مين كان قاري انه الجمهور المصري يستقبل ده وينجح؟ هو الفنان. يعني الفنان لوحده اللي استحمل الصبر، استحمل احيانا اكيد طبعا سوء المعاملة من شركات انتاج او معرفش ايه، لغاية ما فعلا اثبت نظريته. وده الحدس بتاعه، احساسه هو. مش مطالب ان هو يكون راجل مثقف قوي ولا محلل ولا بتاع، لكن هو بيمشي في الشارع، بيقعد مع الناس، بيشوف هم زهقانين، زهقوا من ايه. كان الوقت ده مثلا كانت الأغنية الطويلة الكلاسيكية استهلكت المساحة بتاعتها بقالها، كانت لما بليغ حمدي يعني رجعها أقول في أواخر الستينات كده أول السبعينات، فكانت أوريدي خدت حوالي 12-15 سنة خلاص بتفقد الغرض منها، بتبقى out of tempo يعني بالنسبة للعصر اللي كان داخل عليها. بالظبط. فكل الحالات دي بيحسها الفنانين، بيحسوا المستمع رايح فين، دماغه فين. طب الشاب الأصغر، وطبعا الشباب الأصغر هم جمهور المزيكا والسينما بطبيعة الحال، يعني الفنون اللي هي بنسميها البوب الجماهيرية جمهورها دايما الأصغر. كل مادة انت كفنان انت بتكبر، إنما لازم تدور على الأصغر. وطبعا عندنا الـ الشخص الذكي جدا، العلامة برضو في التاريخ الفني الحديث، عمرو دياب، اللي هو قدر إنه في كل مرحلة من حياته يلجأ لفنانين أصغر. يعني قبل ما يبص كمان على شريحة الجمهور، هو كمان طلع حوالي 3 أجيال من الفنانين، وده شيء محترم جدا لصناعة الموسيقى. يعني النجم كبير كان دايما بيدور على الإبداع أو التجديد عند جيل أصغر منه، وبعدين أصغر من اللي أصغر منه. فهنا الإيمان بفكرة أنه الصغير الشاب ده هو جمهوري، جمهوري اللي موجود وجمهوري اللي جاي. فرجوعا لسؤال حضرتك، يعني انه بشكل عام الاغاني والفن وكده هي حاجة متفاعلة مع مجتمعها، هي حاجة ما بتطلعش ابدا بعيدة عن الحياة اللي عايشينها، بالذات الاغاني، لانه الاغنية دي حاجة زي صاحبك كده، اللي هو حاجة قصيرة جدا 3-4 دقايق. مطلوب مني انا كفنان ان انا اكثف حاله معينه، اكثف مزيكا بايقاع
إفيه حلو بحاجة تعلم معاك بشعور معين بطريقة في الأداء، كل ده بعمله في حاجة زي قصيرة جدا. ودي الصعوبة على فكرة، المفروض إنها تبقى ماشية معاك طول يومك كساوند تراك. هتشغلها في عربيتك، هتشغلها في فرحك، هتشغلها في محل انت قاعد فيه، في مكتبك وانت شغال، whatever. فهي لازم تكون بنت مجتمعها يعني. فلما نيجي للمهرجانات كشكل، معرفش طولت كده ولا المفروض احنا هنيجي للمهرجانات. انا بس هستأذن اتفضل. هنروح فاصل وهنسمع فيروز يا ست فيروز، وبعدين نرجع نتكلم بقى على مسألة. طب لما نيجي عند المهرجانات هنوصف المهرجانات بأنها بنت مرحلة ولا بنت طبقة؟ طيب ولو هي بصلنا لها بمنظور طبقي، أنا بحبش المنظور المناظير الطبقية يعني، بس تمام هنبصلها حتى بمنظور طبقي، إيه السر وراء أنه الطبقة الوسطى وما هم أعلى ماديا من الطبقة الوسطى أصبحوا كمان مقبلين على أغاني المهرجانات؟ هل هي علشان حاجة كول ولذيذة خالص وكده، ولا هي فيها حاجة جاذبة للطبقات المختلفة؟ فاصل ونكمل الكلام. بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معانا مرة تانية برنامجنا بصراحة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، كل الترحيب بالفنانة الرائعة والباحثة الثقافية والاجتماعية والصديقة العزيزة فيروز كراوية. وقلنا لما يجي بقى عند أغاني المهرجانات أكملي يا فيروز. هقول حاجة، يعني هو المهرجانات هو قالب إيقاعي في الأساس، كويس؟ إحنا طول الوقت كان عندنا حاجات شبيهة في المناطق الشعبية. إزاي يعني؟ دايماً المناسبات زي الأفراح، زي الموالد، زي حتى الجنازات يعني بيبقى لها طقوس موسيقية الطابع. انت لو شفت حضرتك مثلا واحدة بتعدد في الصعيد هتلاقيها بتعدد على ايقاع، تمام، وعلى نغمة معينة. الناس بتتبادل يعني بمعنى اصح اوجاعها وافرحها ومشاعرها عن طريق اشكال موسيقية وايقاعية. اللي حصل في المهرجانات حاجة شبيهة، انه في مناطق بالتحديد يعني اكتر منطقة ظهرت منها المهرجانات مطرية، حي المطرية في القاهرة، وعشان كده هو فن مدينة مش فن مثلا فولكلوري او زي اغاني شعبية تانية ممكن يبقى ليها روافد من الفولكلور. يعني كان عندنا اغاني شعبية فلاحية، اغاني من الصعيد وهكذا، انما المهرجانات بنت القاهرة، القاهرة بصعوبتها بزحمتها بمشاكلها بأحيائها اللي نمت في الأول 30-40 سنة الأخيرة. إذن بنتكلم على مدة طويلة جدا، إنه مش حاجة مفرقعة كده وخلاص، لأ دي أحياء قديمة تعتبر دلوقتي بتعيش فيها طبقات على فكرة متنوعة، مش بتعيش فيها طبقة بس مثلا فقيرة في الدخل الاقتصادي، لأ بالعكس، إحنا في ناس بتشتغل في اللي هو بيسموهم بالانجليزي الوايت كولرز، يعني اللي هم بيشتغلوا في الاي تي في قطاعات مختلفه، انما نتيجه صعوبه الظروف الاقتصاديه وما يقدرش يوفر مسكن الا في المطريه، في عين شمس، في منشيه ناصر وهكذا. فبنلاقي انه طيب ما دي الطبقه الوسطى كمان. إذن الأحياء اللي بنسميها عشوائية، وإن كنت أنا بشوف إنه إحنا العشوائية دي وصف ممكن ينطبق على أحياء إحنا ما بنشوفش فيها ده، يعني حي مثلا مع احترام يعني زي المهندسين دلوقتي لما نشوف مستوى التعامل مع النظافة، مستوى التعامل مع احترام المرور، مستوى التعامل مع القانون بشكل عام في حي يعتبر من أرقى أحياء القاهرة، ما نتكلمش بقى على العشوائيات. يعني هو صح. المسألة انه ده سلوك اجتماعي بقى اوسع من فكرة ان احنا نحصره في حي معين، وكمان حتى الطبقات الاجتماعية موجودة متوزعة في احياء كتيرة جدا. في المطرية الناس بتعمل افراح وبتعمل تنجيد عريس وعروسة، وبتعمل مناسبات مثلا واحد فتح محل او بيفتتح حاجة جديدة او بتاع، فبدأ من حوالي 10 سنين أو أكتر يبقى فيه زي حاجة اسمها التحية،
التحية ان انا انت مجاملني في حاجة قبل كده، فرح بنتي، فانا لما اجي في فرح بنتك انا يا سيدي من عندي كده هخلي المطرب اللي طالع على المسرح ده او الدي جي يعمل تحية. والتحية دي بقت دخلت عليها تكنولوجي كده، جهاز او برنامج اسمه الاوتو تيون. برضو البرنامج ده مستخدم عندنا كلنا في استوديوهاتنا، مش اختراع طلعوا بيه المهرجانات يعني، ولا عجيبة من عجائب الدنيا ولا حاجة. الاوتو تيون برضو بقاله يجي 50 سنة موجود في صناعة المزيكا يعني. انما قدروا ان هم يعني زي كده اكتشفوا لعبة جديدة، وانت لو عندك حماس انك لقيت لعبة فبتقعد تجرب بيها. فقعدوا يجربوا على اشكال من الايقاع بسيطة جدا، اغلبها الايقاع البلدي الواحدة ونص يعني المقسوم بتاعنا، اللي هو طبعا ايقاع شعبي وايقاع ما فيش مصري او مش مصري بس عربي يعني هيسمعه في اي مكان الا وهيتلاقى معاه يعني، اللي هتلاقيه بيرقص ولا هتلاقيه ابتهج ولا هتلاقيه فرحان ولا هتلاقيه حرك جسمه او حركت جسمها وهكذا. فالميكس ده طلع منه اول تقدر تقول نوال المهرجانات يعني، انه ان انا اجيب الايقاع البلدي الحلو ده اللي بتاعنا اللي بنفرح بيه، واجيب مايك عليه صوت واحد بس حقدت هلعب في الصوت ده شويه بالاوتو تيون ده. بدا الناس تقول على ده ايه بقى، تقول على ده نوع من التوقيع، في حاجة في الشعر كده انه انا ارص الكلام بطريقة ايقاعية كمان يعني، انا ما سيبش نفسي كده كشاعر انطلق في الملكوت واشوف ايش البحر اللي انا عايز اكتب منه ولا ايه التفعيلة اللي عايز اكتب منه، لا انا سامع بيت بيقول مثلا بالضبط. اي ايقاع منتظم بالشكل ده بيخليك وانت بتلقي او المهارة هنا يعني انك تلقي في الايقاع دوت، اللي هو طبعا اقرب نموذج ليه فني يعني كبر قوي هو الراب في امريكا. والراب طبعا في امريكا يعني ممكن عنده حكايه شبه قوي الحكايه بتاعه نشاه المهرجانات في نهايه السبعينات. المهم الناس تقول على هذا البتاع شاعر موقع كده، فلان بأجدع واحد في الحتة، علانة هانم أحسن واحدة مش عارفة إيه، ده فرح علان وفلان، ده كذا كذا كذا، اللي هي فكرة التحية. بعد شوية علشان كده فكرة المهرجان هي ليها علاقة ككلمة يعني بالاحتفال يعني فكرة إنه ده مهرجان فلان يعني مهرجان جايين نحتفل فيه. بعد شوية ظهر أول عينات بقى معمولة للاستهلاك الموسيقي، مش معمولة بس عشان تبقى في الفرح ده، أو كان بيخلص الحاجة دي في المناسبة وخلصنا وتتبادلها بقى الحتة يعني، لغاية ما جت مجموعة هم طبعا بيتخانقوا فيما بينهم يعني مين صاحب المهرجان الأول، فأنا ممكن أقول أسمائهم كلهم عشان ما نغلطش في حاجة يعني. فيها السادات وفيها 50 وعمر حاحة وأوكا وأورتيجا. المجموعة دي من الشباب اللي كانوا عايشين في المطرية بدأوا يعملوا المهرجان كمنتج بقى موسيقي ليه أول وليه آخر، وممكن أحطه على يوتيوب، ممكن أحطه على ساوند كلاود، ممكن أحطه على أي وسيط للاستهلاك يعني. وفعلا الموضوع لقى قبول. ليه لقى قبول؟ أنا في تقديري أنا أول كي يعني نفهم بيه الموضوع هو فكرة المزج الإيقاعي اللي حصل ده. إنه مثلا فكرة الراب إحنا حاولنا فيها، كان في طيارات بتحاول تشتغل فيها من حوالي 10-15 سنة في مصر، لكن ما فيش قبول واسع. أنت بتكوبي فورم فني ظهر في مكان تاني بيعبر عن ناس تانية بمشاكل تانية وهكذا، فمهما حاولت تعمل فيه علشان يناسب فئة هنا في مصر ما حصلش التلاقي ده. إنما حصل ليه؟ لما بدأ يدخل مكون محلي اللي هو إيقاع المقسوم اللي أنا بقول لحضرتك، إيقاع المقسوم اللي اترفع لباور قوية جدا في أدائه غير أغاني البوب اللي احنا بنسمعها العادية، فبقى في ستاندرد في السمع للقوة الإيقاعية اللي بتحرك، للحالة المزاجية اللي هي فيها نوع من الشكوى، بس كمان الشكوى اللي مش كئيبة،
لانه انت عندك ترند برضو في الاغاني الشعبيه، وهنا لازم نفرق بين المهرجان والغنى الشعبي، لانه المهرجان بيفتقد لعنصر او مش بيفتقد يعني، الشكل ما فيهوش ميلودي ما فيهوش لحن، انما الاغنيه الشعبيه فيها لحن. فده شيء مهم جدا عشان برضو ما نهدرش منجز ناس. الغنى الشعبي في مصر شيء عميق جدا وشيء محترم جدا، وفي أصوات عظيمة بتأديه حتى الآن. يعني احنا عندنا واحد ظاهرة الحقيقة اسمه عبد الباسط حمودة. يعني عبد الباسط حمودة لما نقيسه على مغنيين كتيرة للجاز مثلا في العالم، فهو ده يعتبر بيقدم الجاز بتاعنا. بس احنا مش بنابريشيت ده. فالجماعه في المهرجانات هم مش مغنيين بالمعنى اللي يقدر يؤدي لحن، او مش شغلته يدور على لحن، انما شغلته ان هو قدر يوقع الكلام بالطريقه دي على تركيبه كده ايقاعيه كانت جذابه جدا بقوتها، باستخدامها للمكون المحلي ده، بقول لحضرتك بالشكوى المبتهجه دي. طيب انا عجبني قوي المصطلح اللي انت قلتيه بتاع الشكوى اللي فيها بهجه. طيب انا هستأذن هروح لفاصل، بس في دماغي فكره دايره انه يمكن واحنا بنتكلم على المطريه، او لو احنا بنتكلم على مفهوم قد يكون اكثر اتساعا وفي نفس الوقت واكثر ضيقا في مساله العشوائيات، هي اغلبها هي مواطن مهجر الصعيد، يعني اهالينا الغلابه في الصعيد اللي ضاقت بيهم سبل العيش فذهبوا الى القاهره علشان يجدوا سبيل جديد، زي ما في بعض من الصعايده كتير كانوا بيروحوا على يشتغلوا في المينا في اسكندريه، بس القاهره باعتبارها العاصمه فكانت ملجا اكثر اتساعا. طيب طبيعي انه يبقى فيها الشكوى الممتلئه بالقوه، وطبيعي يبقى فيها الشكوى اللي فيها استعراض قوه في مجتمع شديد الصعوبه يمتلئ بالضراوه احيانا، فلازم دايما يظهر قوته حتى هو بيشتكي. وانا بسمع المهرجانات، ولا اخفيكي سرا انا بسمع مهرجانات كتير وبحبها مهما كانت ممتلئه ببعض الالفاظ احيانا، بس انا ببقى قاعد عمال مركز في المقطوع على بعضها او الاغنيه على بعضها. بسمع فيها البيت بتاع الموالد بتاعنا وموالد الصعيد تحديدا اللي هي قايمه على دف وصاجات. في آله يعني في حاجه زي الصاجات كبيره شويه هي جايه لنا من الصعيد اسمها الطوره بالظبط، اللي هي صاجات بس تلاقي مساحات عشان عشان كده بقول لحضرتك اللي هو موضوع الماكسمايزيشن اوف باور ده اللي هو اللي حصل للبيتس للايقاعات ده، ما حدش متخيل قد ايه غير في اسمعنا، يعني قد ايه غير في قبول الجمهور. النهارده لما بتيجي تقدم اغنيه زي ما كنت بتقدمها في التسعينات والالفينات لا مش هتسمع. هو ده انا عايز افهم منك اكتر بعد الفاصل على مساله الظن اللي انا بظنه عن غير تخصص على الاطلاق، هو ارتباط المهرجانات بثقافه الصعيد، ارتباط المهرجانات بالقوه، ارتباط المجتمع نفسه اللي بيشتكي بالقوه زي ما انت وصفتيه، شكوى فيها بهجه، فانا هضيف عليها كمان سنه فيها استعراض قوه. انا مش ضعيف ومش هتاكل يعني مش هتسفلت. فاصل ونكمل الكلام مع فيروز كراوية لو سمحتوا، استنونا. بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الناس شطار قوي ما شاء الله في البيزنس بيبقوا قاعدين. كنا نتكلم انا وفيروز كراوية على امور تتعلق بكيفية ان تصبح رجل اعمال، فعلى ما يبدو احنا الاثنين عمرنا ما نبقى رجال اعمال. لا وهذا من فضل ربي. هنرجع على ايه بس والنبي. هنرجع على مساله اغاني المهرجانات زي ما انت قلتيها، الشكوى الممتلئه بالبهجه او التي لا تخلو من بهجه. فقلت لك طب وماذا كمان عن القوه وفكره الجذور اللي جايه من ابلي؟ يعني صححيني برضو لو انا غلطان. هو ما اعرفش بالنسبه لابلي، لانه يعني يمكن يعني في تاثير ما، بس هو طبعا اكيد لو في جهه في مصر هتكون قريبه من الايقاعات بشكل عام هتبقى الجنوب اكتر من اي مكان، زي ما الجنوب على فكره في العالم كله يعني افريقيا كقاره بشكل عام طبيعي. كانت مهد الايقاع للكون كله اللي وصل لغايه امريكا عن طريق طبعا العبيد من اصول افريقيه، فتره الاستعباد هم اللي عملوا الجاز ميوزك يعني في الفاونديشن في الاساس بتاعها، الولايات الجنوبيه بالاساس بالظبط. امريكا اللاتينيه بالنسبه للقارات الامريكيه هي برضو مهد الايقاعات زي السامبا والتانجو والسالسا وكده. فبشكل عام ممكن يبقى في اتصال قوي، انت لما بتروح يعني لما بتسمع آلاتنا الصعيديه الدفوف الطوره اللي كنا بنتكلم عليها في حس قوي تواصل مع الايقاع طبعا. المهرجانات كمان عملت حاجة انه هي يمكن نقدر نقول فن ذكري
يعني اللي عملوه معظمهم هي تجمعات من الشباب اللي موجودين في منطقة المطارية بالأساس. إنما لما كانت بتتقدم بتتقدم زي ما بقول لحضرتك في فرح أو في تنجيد أو في حنة، فبنلاقي إنه البنات والستات كمان بتقدر تتفاعل معاها بطريقة رقص شبه اللي الولاد بيرقصوها، مش الرقص البلدي بتاعنا اللي احنا عارفينه. فهي خدت الموضوع كله في اتجاه، عندك حق ان هو في ناحيه من مش بقى استعراض قوه، بس هو زي ما انت بتقول بالظبط كلمه انا مش بتاكل. ويمكن ده لانه ده اصلا ترند موجود في الراب. في دايما الراب ابتدى بفكره تكوين حلقات كل واحد فيها ينافس الاخر في ان هو يعني زي الشعر العربي القديم زي ما كان عندنا هجاء الدس، ان هو في الراب ده بيداس ده بالظبط كده. ففي دايما معلقه معانا كلمه ده انا اللي هحط عليهم، ده انا اللي مش عارفه ايه، انا لما جيت قفلت السكه ومحدش هيجي بعدي، واحنا جايين كنتوا انتوا راجعين والحاجات دي. فدي اشياء عاديه برضو جدا في جوه الترند، يعني دي ما نعتبرهاش ليها دلالات ابعد من التنافس الزجلي اللي هو يعني ليه طبيعة كده زي المنوعات، زي مين يحط على مين دلوقتي المهرجان بتاعه جاب اكتر فالتاني لا جاء زاد عليه، لا معرفش ايه، ده موجود كحالة جوه الغنى، يعني هو مش حالة زي ما احنا بنحاول نقول دايما برضو من بعيد كده من جوه التلفزيونات والاذاعات وكده انه ده عنف وده مش عارف، لا هو صيغة، يعني المزيكا بتتسع لحاجات كتيرة قوي، والطاقة اللي طلعتها المهرجانات هل بقى المطلوب انه هي ما بقاش فيه طاقة؟ يعني هل مطلوب ان الناس دي ما تفرحش، ما ترقصش، ما تحتفلش؟ طيب اذا هم احتفلوا بشيء زي ما بنقول كده صنع محليا، يعني صنع على ايدهم في منطقتهم وانتشر زي ما حضرتك قلت، انا ما بروحش فرح في اي مكان من اول 3 نجوم لخمس نجوم لسبع نجوم الا والدي جي سات بتاعته اقول لك ايه 80% مهرجانات. يعني انا دي مجربه عدو الافراح، يعني ما بروحش افراح خالص تقريبا، بس انا ببقى عارف اللي حاصل على الاقل من زملاء اصدقاء، ده فرح كذا ولعبوا اغاني كذا. بس انت عندك داخله عندك انترو كده للفرح مختارينه العريس والعروسه، بعديه فيرست دانس مثلا سلو كده بتاعها، اغنيتين من الحاجات اللي هي البوب العادي، ذن يبدا الفرح مهرجان. ليه؟ غالبا جزء منه ان احنا ما عدناش عايزين نسمع، يعني جزء برضو من تفسيري للموضوع انه في عوامل كتير قوي خلتنا مش عايزين نسمع، لانه السمع في النهاية في نسبة من المجهود، في نسبة من الزائقة، ان انا بشغل بقى وداني ودماغي، ويعني حتى لو حاجة على فكرة خفيفة، يعني حتى لو بنتكلم على اغاني الفرايتي يعني المنوعات وكده، احنا برضو ستيل بنتفاعل بشيء ما مع الاغنية دي، صح؟ بنديها جزء من سمعنا، من مشاعرنا، من عقلنا كده يعني. انما في الحقيقة لا، احنا عايزين حاجة اقرب لان احنا نطرش سلاش نتسطل، يعني ميكس كده من الاتنين، وده ممكن يكون غرض معقول برضو للمزيكا. انت احيانا متبقاش عايز تسمع حاجة، صح؟ عايز كده يعني تهوي، وعايز حاجة تعمل دوشة باز كده جنبك بشكل معين، وانت مثلا سايق او انت بتعمل حاجة تانية خالص او انت شغال، او يعني انت مش مدي هذا الوقت انك تسمع المزيكا. انما احنا بقينا اكتر من كده شوية، يعني بقينا تقريبا في حالة دائمة من الرغبة في انه ما نسمعش ما نشوفش، عايزين اليوم يعدي، نزق اليوم حاجات بالشكل ده. طقس السمع، وما بتكلمش برضو على السمع الطرب يعني ولا التقيل ولا حاجة زي كده، لا انا بتكلم ان طقس السمع محتاج درجة معينة من الروقان يعني. فاحنا بما انه الروقان معدوم ففي او شبه منعدم بالظبط، ففي اما ان انا افرغ الطاقه دي بشكل يعني احتفالي لو انا في فرح او حاجه زي كده، فنشغل برضو مهرجانات.
وفي ان انا افرغ الطاقه دي بشكل، لو انا حضرتك لو راكب اي تاكسي دلوقتي او توك توك او حاجه، هتلاقي طبعا اللي شغال مهرجانات، لانه برضو هذا الراجل قاعد طول اليوم سايق في الزحمه دي، في الظروف دي، معرفش ايه، هو كمان عايز اليوم يعدي. انا بحس انه لا، احنا مش عايزين نسمع اصلا، غير طبعا انه احنا بقالنا برضو يجي 30 40 سنه بنتغذى بكراهيه الفن. واحنا بنكره الفن يعني، على قد ما بنحبه يمكن، في علاقه كده اشكاليه جدا ومتناقضه جدا، ان احنا بنحبه ونكره في نفس الوقت المنتج الفني. ففكره الاستمتاع على بعضها كده فيها مشكله، بقى فيها مشكله. وانا شايفه ان المهرجانات زي بتعمل نوع من الغضب كمان على المشكله دي، يعني اللي هو طيب مش انت عايز المزيكا دي بالنسبه لك حاجه هامشيه وحاجه جانبيه وحاجه يعني انت مش عارف تحبها ولا تكرهها، تمنعها ولا تسمح بيها، تعمل فيها ايه كده بالظبط، تحول الامر واقع، فحولها كده لايه، ساوند تراك لحياتك، ساوند تراك شبه القاهره، شبه القبح اللي في القاهره، شبه الجو، شبه حاجه زي كده يعني. وشايفه ان ده شيء صادق، صادق يعني جدا، واكثر من معبر عن حالتنا، مش شيء لا هو الطبقه دي فرضته علينا، لا مؤاخذه، مش حد فرضها، لا يعني المزيكا عامله زي الميه، تمنحها من هنا هتمشي من هنا، تمنحها من هنا هتخش من هنا، لانه المزيكا منتج غير مرئي، هي منتج فكري انت تتفق معاه تختلف معاه، ومنتج مجرد جدا يعني، ما اعرفش امسكه يعني، معلش لما تروح تمنع حفله ولا تمنع شريط ولا تمنع اغنيه ولا امنع زي ما انت عايز، انما دي شيء لا يرى ولا يمسك، كويس؟ صحيح، صح. فما فيش اي حاجه هتحوش انا مستمع ودي اغنيه وانا عايزها، انا حبيتها. طيب خلاص، عند النقطه دي هاخد بعضي وهروح لفاصل، بس عايز ارجع بعد الفاصل، ومش هنعاطف ولكن اعطف كلامك على الحفله الشهيره التي اثارت الجدل خلال الكام يوم اللي فاتوا، حمو بيكا. والأغنية حلوة بالمناسبة اللي أنا سمعتها على الأقل، واللي هو كان بيعمل حفل دي بمناسبة احتفاله واحتفائه بأنه أعلى مشاهدة حصلت على اليوتيوب حمو بيكا. لازم نحاول برضو هنا كباحثة هتفسري دي هذه الظاهرة، ومن ناحية تانية تحولت حفلة لناس يسفه منهم البعض أو يحقر منهم بعض آخر أو يحاول أن يدني من قيمة فنهم البعض اللي في التلت الاخير، ويظل قلة قليلة جدا بتقول يا جماعة ده فن سيبوه لو سمحتوا، حدش يقرب من الفن، فتتحول الى حديث الساعة، وكل ساعة تقريبا 4 ايام متصلة. فاصل ونكمل الكلام. صراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فقه انا قاعد بالنظاره، معلش طبعا 44 سنه فلازم البس نظاره قرايه. المنع والاباحه، عشان كان في مناقشه داخل الاستوديو دلوقتي على مساله المنع واباحه الشيء، وهل المنع ده اجراء سليم ولا مش اجراء سليم. وهنا تجد دايما في اي مناقشه انه كلنا عندما نتحدث على انه احنا عايزين مكتسب ما ولا يجب على احد انه يمنعه عننا، فبتجي في حتة كده في زاوية تبقى انت مستعد تبقى مستبد وتمنع الاشياء وحاجات لازم نمنعها واشياء من هذا القبيل. ازاي وعشان كده كنت بتكلم على حفلة حمو بيكا في العجمي البيطاش، ازاي نقدر نتصور انه احنا عاوزين نمنع حفلة مع كل تقديري لمسألة النقابة وتقديري للفنان الكبير هاني شاكر، ويمكن قبل كده اختلفت معاه في النقطة دي من حوالي 4 سنين وزعل، وانا ما اتمناش ان هو يزعل، وبحبش حد يزعل عموما يعني، بس الامر لا من قبل ومن بعد. النقابات يا فيروز هنا هتلبسني انت شكلك. لا والله خلاص، انا بتكلم حقيقي بالكتاب يعني، باي بوك الانترناشنال ديفينيشن بتاع النقابه. انا عضو نقابه فندم واخد بالك، فيعني ايه، انا هتكلم انا كمذيع في جيبي يعني. المذيع بيقول ايه، بيقول يا جماعه الانترناشنال ديفينيشن بتاع اي اتحاد مهني كان او عمالي معروف باسم نقابه او اتحاد او تنظيم يحمل الصفه النقابيه، مظبوط، ليس من حقه منع او اباحه اي شيء على الاطلاق، وانما هو تنظيم معمول لإيه؟
لمساعدة وحماية المنتمين ليه. والانتماء لهذا التنظيم النقابي هو انتماء طوعي وليس إجباري. مصر طبعا حالة متفردة عن العالم، فيجب على كل دكتور أن يكون عضو في نقابة الأطباء، وإلا مش هياخد ترخيص مزاولة المهنة. أو طيب، مع أنه المفروض الترخيص ده بيجيله من وزارة الصحة مش من النقابة، ده على سبيل المثال. ما بقدرش أفهم أنه أنا هلغي الحفلة دي، هي بقى حمو بيكا، هي عيل حجار نفسه، أصله مش عضو نقابة. لا، أنا أفهم الحفلة تتعمل ويتحط رسوم زيادة تحصل جزء منها النقابة علشان برضو تحمي الناس، ما هو تحمي أعضاءها وتعالجهم وتساعدهم. المضحك إن ده برضو موجود. طيب ليه لكن ما بيوقفش المنع؟ طب وليه بمنع؟ ما أعرفش ليه بمنع. هو إحنا يعني كان في قضية الحقيقة بخصوص الموضوع ده، وهي شيء منطقي جدا إنه حسب ما حضرتك قلت فعلا انضمام للنقابات انضمام طوعي، والمهمة الأساسية اللي قامت عشانها نقابة الموسيقيين، وهي نقابة عريقة في مصر، وأول رئيسة ليها كانت السيدة أم كلثوم وبعدها الأستاذ محمد عبد الوهاب، وكان الهدف الأساسي من قيامها إنه في الوقت ده هم شافوا حاجتين، إنه الفنان ينظر ليه في المجتمع بعدم الاحترام الكافي للأسف، فكانت النقابة كيان لرفع قيمة وشأن الموسيقيين، والحاجة التانية هي اللي حضرتك قلتها، التكفل بمساعدتهم في حالة الأزمات. بس يعني النقابة زي أي نقابة فنية، زي أي نقابة مهنية، تحمي أعضائها، توفر لهم معاشات إن استطاعت، أو يعني لازم تحاول تدبر موارد عشان تستطيع، وتتدخل في حالة الاعتداء على المهنة. الاعتداء على المهنة ده بيحصل يومياً بقى، يعني عندنا في هذه الصناعة اللي كانت عريقة في مصر عدد من المشاكل ممكن يعني النقابة تنشغل بيه من هنا لسنة 2100، إنما احنا كل المشاكل دي مش لاقيين حد نتكلم معاه فيها. والمشكلة اللي بتواجهنا دايما هو ان احنا لأ، عايزين نمنع ده، عايزين نمنع المطربة دي، عايزين دي فلانة قالت كذا نعاقبها، علان قال كذا نعمله، مش عارفة ايه. طيب السؤال بالنسبة للصناعة، بالنسبة لأهل الصناعة، بالنسبة للإفقار اللي حاصل، بالنسبة لعدد الحفلات القليل جدا، احنا بنتكلم على مصر اللي شعبها 100 مليون، واللي عندها أكبر سوق في المنطقة لصناعة الموسيقى. يعني على فكرة مصر دايما ما كانتش بس تميزها أو تميز الأساسي ما كانش في أن عندها أحسن فنانين في المنطقة، كان عندها السوق اللي يجمع كل فنانين المنطقة. صح. فإحنا بنتكلم على صناعة لا يمكن تقوم من غير سوق. فحضرتك هذه البلد دلوقتي اللي احنا فيها دي كلها على بعضها ما بيتعملش فيها في السنة 100 حفلة، 100 حفلة بس ما بنكملهمش. أكبر نجم في هذه البلد مثلا لو خدنا عمرو دياب كمثال، بيعمل 4 حفلات سنويا مثلا. أكبر نجم في مصر اللي مفروض يكون يعني السكاجول بتاعه ما بيفضاش فولي بوك، يعني المفروض يكون، ولو راح أي مكان هيكون له جمهور طبعا، وأي فنان في مصر هيكون له جمهور. بمعنى ما أنت عندك أماكن كتيرة جدا تعرض فيها، عندك ناس 100 مليون، ده يعني لو بالتجربة المعملية كده لو حد قال على رأي ريان يا فجل هيبقى ليها جمهور. فأنت هذه الصناعة أصبحت بتعاني من فقر شديد جدا. هذا الراجل حمو بيكا كان قاعد عامل حفلة على شط اسكندرية في العجمي، أنا بحسده بصراحة، لأن أنا أعرف أنه في شغلي أنا بقالي 5-6 سنين تقريبا، كل ما تيجي مجموعة من الشباب نفسها حلم حياتها تنظم مهرجان أو حفلات غنائية على البحر ده بتاع اسكندرية، والشباب تيجي الصبح في مكان مفتوح زي دوت وتغني وتلعب مزيكا، بيتمنع المهرجان ده، وعمره ما حصل، عمره ما حصل يعني في عدد من المحاولات. فيعني اذا بالعكس احنا محتاجين نسمح، مش محتاجين نمنع، احنا محتاجين نقول انه مصر قادره لسه تنتج مزيكا. انا امبارح قبل وانا بالصدفه كنت قاعده اقرا حاجه على ترتيب افريقيا في دلوقتي، طبعا المزيكا والميديا وحتى الديكور والصناعات اليدويه، كل الحاجات دي بيسموها صناعات ابداعيه، ما فيش حد بيسميها فن وخلاص، بيسموها صناعه ابداعيه. ليه؟ لانها ليها اقتصاد،
كبير جدا جدا بيدخل العالم. اخر تقرير طالع في 2015 انه الصناعات الابداعيه دي على بعضها كسبت 2 تريليونز، بتمثل في اقتصاد امريكا بتمثل 13%، بتمثل في التوظيف، وظفت 3 مليون امريكي في السنه اللي فاتت بس. طيب افريقيا والميدل ايست بيساهموا بكام في الصناعه دي؟ 770 مليون دولار من 3000 مليار، من 2 تريليون. فاذا يعني احنا مش بنتكلم في تنميه وبنتكلم في بناء دوله وكذا. طيب انا بشوف انه دي سلعه اقتصاديه. انا بكلمك دلوقتي بقى لها على الهابط والرقي، ولا بكلمك على اعمل ولا ما تعملش. انما لما اعرف مثلا انه اكبر بلد دلوقتي في افريقيا بتنتج سينما هي نيجيريا، صحيح انه نيجيريا عامله نوليوود دلوقتي اللي بتطلع 40 فيلم في الشهر، في الشهر يا فندم، وبتطلع 550 ألبوم موسيقي في السنة. كويس. ده صح 100% بالمناسبة. وانا اتذكر، مش بقاطعك، لكن اتذكر انا دخلت في هذه المناقشة من حوالي 3 اسابيع مع حد قال لي بس جودة الافلام، بس هو واحد صاحبي حبيبي يعني، قلت له تنيل، لو انت بتظن انه المعيار هنا بقى هو جودة الافلام تبقى تنيل. لا انا لازم يبقى عندي التنوع كله. في بلد عندها تقريبا اكتر من 4000 فيلم كل سنة. حقيقي. قلت له انتج لي انت بقى 400 فيلم كل سنة بجودة متميزة، حجم الانتاج اللي في مصر يكسف. مظبوط. يعني احنا مش شايفين الموضوع بالسكوب المظبوط. يعني احنا لو شايفين انه احنا بلد، احنا عندنا زي مثلا الاعمال التراثيه في المزيكا، خلينا نبتدي من الثلاثينات مثلا، ممكن يبقى عندنا ثروه من حوالي مثلا 100,000 عمل غنائي. كويس. حضرتك ما عندكش ارشيف يجمع هذه الاعمال، حضرتك ما عندكش ستريمينج سيرفيس. واحنا دلوقتي في ديجيتال ايكونومي، يعني احنا في اقتصاد قائم على الوسائط الديجيتايزد. فدلوقتي هذه الاعمال ليس ليها الا يعني عدد قليل جدا منها اللي موجود ملك الشركات او حاجه، انما لا تذاع، لا تؤرشف، لا تكسب فلوس، ده اهم حاجه. مفيش يعني دلوقتي داخل عندنا كذا اب داخلين السوق في العالم العربي مثلا. المفروض انه بلد زي مصر كانت في هذا السباق تبقى الاولى، تبقى نمبر 1 باي فار. بالظبط، لان بقى لها اكتر من 60 سنه او 80 سنه بتشتغل في هذه الصناعه. فلو انت كتالوجاتك جاهزه، لو انت اعمالك الفنيه موجوده، كل عمل فني بتطلعه كل يوم ده انا حطيت سنت جديد في الصناعه يعني. فاذا ما جيش في الوقت ده ادور انه الجهاز او الاتحاد او النقابة اللي المفروض كل همها دعم هؤلاء، دعم الصناعة دي. ده انا لو عندي في النقابة 100 فنان عايزه بيبقوا 200، اقوم امنع انا الفنانين؟ يعني انا بالنسبة لي كنقابة مصلحتي ان انا اضم اكبر عدد، مصلحتي ان انا اسهل الاجراءات. انا عندي دلوقتي ازمة شديدة جدا بخصوص الفنانين الاجانب دخولهم لمصر. ازاي مصر تبقى بلد طاردة للفنانين اللي مش مصريين مثلا، من اول المطرب لحد العازفين لحد ابسط حد، لانه رسوم مكلفة جدا 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 بما لا يقاس، في حين ان الناس دي لو راحت غنت في لبنان او غنت في الخليج ما بيحصل لهاش ده، بيحصل لها بالعكس استقبال جيد، بيحصل لها دعم، بيحصل لها انه عدد المهرجانات بيتزايد، عدد المهرجانات بيتزايد في الخليج، بيتزايد في المغرب العربي، تونس والمغرب بيتزايد حسب الحالة السياسية في لبنان، إنما في مصر هو بيتناقص. من كان موجود أصلا يعني، فكرني بآخر مهرجان للموسيقى، أي نوع من الموسيقى شفته. يعني في مهرجان موسيقى العربية ده متكرر، والموسيقى العربية طبعا وقفت سنة 50 يعني، ما بعد ذلك احنا لا نرى. الفنية عندنا والثقافية ذاهبة إلى حالة اندثار يعني. بالظبط. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كان حاجة عظمة على عظمة، تمام، في الاخر خالص المهرجان شبه اصبح غير موجود. وبعد كده بدات نشات مهرجانات اخرى موازيه وبديله زي مهرجان دبي على سبيل المثال، اللي اصبح
أوسع وأكثر انتشارا وجذبا لأفلام وجذبا لرجال من هذه الصناعة، أو يعني أبناء هذه الصناعة، مش لازم رجال. ثم ظهر مؤخرا المهرجان في مصر، مهرجان الجونة، والذي يكاد يكون بديل لمهرجان القاهرة وأكثر قوة ورواج إلى آخره. يعني هو ده علم، لأنه علم الحقيقة، هو علم محتاج كوادر، محتاج ناس مدربة إزاي تعمل فاندنج، تعمل تمويل لهذه المهرجانات، لهذه الأحداث الفنية. وبالأساس يبقى في إرادة إنها تبقى كتيرة. يعني أنا كبلد لازم يبقى عندي طموح أو تارجت إن أنا أنتج هذا الكم، يعني بجودات مختلفة، بأنواع مختلفة. كنت لسه بشوف لقاء لأستاذ عبد الوهاب قديم، يعني حاجة، وبرضو بيكلموه نفس الكلام، هتعمل ايه في هبوط الأغنية والأغاني هبطت والمش عارفة ايه طلع. قال لهم بصوا يا جماعة، انا اللي عرفه ان اي بلد بتظهر فيها موجة ما مش الناس مش معجبة بيها، الحل الوحيد انها تنتج 4 أضعاف من موجات تانية. يعني انه وداهم مثال، اظن انه فرنسا في الستينات اعتقد او حاجه زي كده، كان فيها موجه اعتقد اغاني هابطه يعني او اباحيه او حاجه زي كده، قال جت دول قعدوا مع بعض. ومش الدوله، مش الدوله، الدوله دورها انها تتيح للافراد يتحركوا، تتيح للشركات تتحرك. احنا ما يعني ما عدناش عايزين نخوض تجربه انتاج الدوله تاني، لانه الحقيقه اللي احنا فيه ده جزء منه هو مصير انتاج الدوله. يعني احنا بنتكلم على بلد كان فيها مسرح غنائي اللي هو دلوقتي من يعني اكبر احلام المنتج في مصر انه يعمل مسرح غنائي، ده محدش يفكر فيه اصلا. محدش يفكر، يخاف كده، المغني ما يفكرش والممثل ما يفكرش والكاتب ما يفكرش. حلم بشوف بديع خيري بيقولك ان في ليلة واحدة في القاهرة كنت تمشي في الثلاثينات عندك 6 مسارح كومبلي شغالة بتعرض يوميا، فرقة نجيب الريحاني وفرقة علي الكسار وغير يوسف وهبي، غير يعني عدد من الفرق المسرحية اللي شغالة. طب دي شغالة لما جت الدولة وأممتها، ما بطلت وقفت، وراح فين المسرح الغنائي؟ راحت فين السينما؟ راحت فين يعني السينما بقى اللي كانت بالغزارة دي بعد سنة 60؟ في تناقص مستمر، لحظات انتعاش كده في النص بسيطة، إنما الصناعة نفسها في تناقص. الصناعة اللي هي كانت أول صناعة سينما في قارتها وفي منطقتها. رحت الأسبوع اللي فات مهرجان الشرق أو معرض الشرق الدولي للكتاب. المعرض ده هو رقم 3 على العالم بعد معرض فرانكفورت، ثم معرض لندن، وبعد كده معرض الشارقة. الشارقة هي عاصمة الثقافة العربية بالمناسبة. بقدر أنا ما حبيت، دي تاني مرة أروح المعرض ده، حبيت واحترمت وفرحت بهذا المعرض من أنه في تقريبا حوالي 460 ناشر، 1,200,000 عنوان، غير بقى الترجمة العكسية، غير العروض الجانبية الفنية والثقافية المختلفة اللي موجودة فيه، والتنظيم المذهل، اهتمام المعرض بالأطفال وألعاب الأطفال اللي بتنمي الذكاء والمهارة إلخ إلخ إلخ، وابقى هكاد أعيط على معرض القاهرة بتاعنا القائمين عليه حبايبي وصحابي وأصدقاء وعلى عيني وعلى راسي. بس لا أستطيع تقبل أن المعرض يبقى فيه واحد بيبيع فلايات، مش فاهم يعني في امور تنظيم، لانه ببساطه زي ما حضرتك بتقول الامارات يعني يمكن من اكتر الدول العربيه اللي بدات تنظر فعلا للمساله كصناعه. يعني عندها، احنا عندنا اللوفر الفرع اللي فتح في ابو ظبي، يعني الفن التشكيلي لوحده بقى قطاع من، ما هو ده برضه من فروع الصناعات الابداعيه. الاعلانات يا فندم من الصناعات الابداعيه، الانتيرير ديزاين والفرنتشر والحاجات دي من الصناعات الابداعيه لانه ابداع. فازاي دوله بتارجت كل هذه المراكز الابداعيه انها تكون عاد. طيب هروح للفاصل وهرجع تاني على اصل ولب الحكايه اللي كنا بنتكلم فيها، وان كان اللي انت بتقوليه هو اللب والاصل، ولكن هاخدها على الجناح اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اغاني المهرجانات، حفلات اغاني المهرجانات، او حفله حفلات مطربي وفناني المهرجانات اذا صح التعبير، ما بين فقه المنع وفقه الاباحه. المسألة ملهاش علاقة هنا بالدين خالص، هنا فقه بمعنى علم وتنظير. فاصل ونكمل الكلام. بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب الأوقات بتجري بسرعة معنا مش عارف ليه، لكن خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بفيروز كراوية، وهي طبعا غنية عن التعريف. وهرجع على المسألة بتاعت
مش عارف اسميها ايه، بس خلينا نقول ايه، سيكولوجيا الجماهير بالتعبير بتاع جوستاف لوبون، انه سيكولوجيا الجماهير في مصر عندها خطوط غريبه كده. مثلا الناس بتسمع المهرجانات وبتقبل عليها زي ما انت قلتي، و80% من الافراح دلوقتي بقى بتشغل مهرجانات، بس تلاقي انه عندما يتم التحدث في الامر علنا، مهرجانات ايه، فن متدني، مش عارف المصطلحات الالفاظ وايه طريقه الرقص دي، وهم في الافراح بيقعدوا رجاله وستات وكبار وصغيرين يرقصوا على اغاني المهرجانات بالطريقه بتاعت رقص اغاني المهرجانات. انا مش فاهم ايه السر وراء هذا التناقض. ما هو يا بتسمعوها وخلاص وانتهى الموضوع، يا انتوا رافضينها فهتبداوا توجدوا الاليه الابداعيه اللي تخليكوا تطلعوا الوان مختلفه تقدر تغطي عليها. طبعا دي كذبة مشهورة احنا عايشين فيها من زمان. كنت بحكي لحضرتك على ايام ظهور احمد عدوية، كان نفس الشيء، كان في فئة كده قطاع مثقفين على صحفيين على ادباء على ما اعرفش ايه، يقول لك ده افساد وتلويث، لو نفس الكلام تقريبا اللي احنا لسه بنستنسخه ده زي ما هو، وهما بيسمعوه. وكان نفس الشيء انه عدوية في الافراح، عدوية في كل مكان هو المطلوب، وفي نفس الوقت على التلفزيون لازم نطلع نستنكر ونشجب ونقول، لغاية ما الحمد لله مولانا نجيب محفوظ طلع قال انا بحب احمد عدوية بسمعه، يعني ضرب الطيار ده. بعدها بشوية لما جت ظهرت حميد الشاعري، ووقت كان عندنا برضو استاذ كده ملحن شغلته في الحياة يطلع يقول الاغنية الشبابية والهبابية والمعرفش ايه وبتاع، وامنعه واقفله وكده، وادينا شفنا الموجة تواصلت وكملت بوجوده او من غير وجوده يعني. فليه احنا عندنا طبقة كده اولا بتدعي انها وصية على المجتمع، ده اهم حاجة، انه انا لما اطلع التلفزيون ده انا بشوف لك مصلحتك يعني، او انا بقول لك انت تتفرج على ايه وتسمع ايه والاحسن لك تعمل ايه وما اعرفش ايه، في حين ان احنا يعني 100 مليون، يستحيل نكون نسخة واحدة، يستحيل يكون الشاب زي الكبير، زي اللي عنده 40 زي اللي عنده 20 زي اللي عنده 60، يعني الحقيقة انه لا، الناس متنوعة جدا. ففكرة ان انا عايز بصمة واحدة، وحتى البصمة دي فين، زي ما حضرتك قلت، طب انت عايز ايه يعني الهم الاخر، انت عايز ايه؟ ده سوق بيظبط نفسه بآليات السوق، بمعنى انه اذا في حاجة انتشرت او حاجة ضربت او ما عرفش ايه، ما فيش حاجة هتوقفها غير حاجة تضرب قصادها او تضرب اكتر منها. زي ما انا بقول لحضرتك انه كتير قوي من انواع المزيكا التانية اصبحت شبه ممنوع اقامة حفلات ليها في مصر، ان في طوائف كتير جدا من الموسيقيين، من الشباب، من المعرفش ايه، مش مسموح لهم يقدموا في الساحات العامة يعني بشكل عام فن من اي نوع اخر يعني. فرق لا، حتى يا سيدي يعني اقول لحضرتك ايه، يعني مونولوجستات ما عندناش، حتى ناس بتقدم نكت، ناس بتقدم سكتشات مضحكة، يعني في أنواع كتيرة جدا من التعاطي الفني ما عادش بنشوفه، ما عادش موجود. حتى المهرجانات دي ممكن تقول إنها بتدمج القوالب دي كلها في بعض، إن هي حدوتة على نكتة على إفيه على، يعني أنا ما بعملش إنه يعني بالذات يعني مثلا حاجة زي يعني حمو بيكا ومش عارفة ايه، هي اكتر منها يعني بيسموها بالفرنساوي حاجة كده انكدوت، يعني اللي هي حاجة طريفة، واحد بيتكلم يقول احنا رجالة ومش عارفة ايه ونعمل ايه بكرامتنا ونعمل ايه مش عارفة كذا كذا، اللي هي ممكن قوي اتنين قاعدين على القهوة يكونوا بيقولوا لبعض الكلمتين دول بس، حاطين عليها يعني بيت او حاجة. طبعا في مستوى من الفن ممكن يبقى احترافي اكتر، اخذ من هذا يعني الشخص تدريب اكتر، معاناة اكتر عشان يقدر يوصل لشيء. ما ينفعش نخلي كل الحاجات يعني، لازم نقدر الحاجات في مكانها عشان برضو ما نتخضش قوي يعني. يعني انا ما فيش حاجة تمنع ابدا، زمان كنا بنقعد نقول نداءات البياعين فيها غنى وفيها الحان وفيها اصوات حلوة وفيها حاجات زي كده، فدلوقتي عندنا فورم تاني شبه الكلام العادي، شبه الحواديت اللي بنحكيها، شبه التشجيع، شبه البتاع، بس على الفورم ده، ما هوش اكتر من كده، ما هوش يعني، ما بنقولش ان ده هو الفن اللي طالع من مصر، لا، بس لو الفن اللي طالع من مصر كان بيتسمح ليه او بيدعم او ما بيتخدش عليه الضرائب الباهظة اللي بتحصل،
احنا الفن تذكرة الحفلة اللي داخل مسرح محترم عليه 25% ضريبة ملاهي، وضيف ليها من سنة 14% ضريبة قيمة مضافة. فمين هيخش حفلة؟ يعني مين هيخش حفلة من الجمهور لأنه طبيعة التذكرة هترتفع، ومين فنان هيكسب من وراها؟ ما هو برضو مش هيكسب حاجة بالزبط. إن كان واحد داخل حفلة ربع دخلها متشال على جنب، ده أولا. المسرح ومنظم الحفلة أخد 50%، يعني الناس برضو يعني في أشياء واقعية صعبة جدا جدا تعوق هذه الصناعة من النمو، تعوقها تماما. الوزير التعليم امبارح يعني ما عرفش ده ايه، ده تقويم للناس مثلا، يعني انه طالع تقول انا مش عارف اوقف الدروس الخصوصية ومش عارف احط فلوس في المدارس عشان اصلح احوالها، في حين عمرو دياب بيقبض 20,000 جنيه في التذكرة. اولا ما فيش 20,000 جنيه في التذكرة، ولا اي فنان في مصر مهما كانت شعبيته يقدر يحط هذا المبلغ، لانه عارف ما حدش هيجي. في حاجه اسمها حسبه يعني التارجت اودينس بتاعك، وانت كمنظم حفلات بتحسب انا عندي حفله عايز يجي لها مثلا 4,000 8,000 10,000، فبحسب مين الرينج بتاع جمهوري وعلى الاساس ده بحط سعر التذكره. فعمرو دياب جمهوره قطاع كبير جدا منه الشباب، فمش هيقفل الحفله ب 20,000 جنيه ابدا نهائي، الا لو في سكشن مثلا للفي اي بي او حاجه زي كده اعلى في السعر شويه، لكن ده كلام مش حقيقي. حتى ناهينا انه الكلام نفسه غير منطقي. لكن هو حضرتك بتحرض على ايه بالظبط؟ بتحرض على ايه؟ انه هل عمرو دياب ده ولا منظم حفلته ولا كل اللي شغالين في حفلته واخدين حاجه من الدوله؟ ده بالعكس، ده بيدفعوا للدوله ضرائب. ده بالعكس، صناعه المسلسلات اللي احنا بنتكلم انها بتنتهي ديت كانت مصدر دخل كبير جدا للبلد. تركيا دلوقتي مسلسلاتها بتصدر في امريكا اللاتينيه، امريكا اللاتينيه اللي هي في اخر الدنيا، واللي هي كان عندها مسلسلات برازيلي ومكسيكي وما اعرفش ايه، دلوقتي رقم واحد فيها المسلسل التركي. تمام، المسلسل التركي، تركيا دلوقتي تالت بلد في العالم على مستوى الكرييتيف اندستريز ايكونومي اللي بكلم حضرتك عليه. تمام، فبالتالي ما تجيش تقول لي انه يعني انا في ذوق عام وبلوثه وبعمله ما اعرفش، ده انت مانع الذوق العام ده اساسا من التنفس. يعني انت ايوه طبعا، انا ما اقولش ان في فنان تعب في حياته 10-20 سنه عشان ينتج فن وعشان يتعلم فن وعشان يضيف لخبراته او ما اعرفش ايه، يبقى زي اللي بيقول نكت. بس ايه يعني لما حد يقول نكت برضه؟ يعني ما هو ده بيبقى موجود، ده بيبقى طبعا موجود. غير انه في قطاع من فناني المهرجانات بداوا كمان يطوروا مستوى اعلى، يعني احنا بنتكلم على حمو بيكا ومش عارفه ايه، دول يعني بعتبرهم ضيوف على الظاهره وهيمشوا، يعني لان هم تكوينهم مش تكوين فني يعني. انما الناس اللي انا كنت بكلم حضرتك عليها اللي هي زي السادات و50 واوكا اورتيجا وكده، حاليا بيعملوا تعاونات فنيه كبيره مع فنانين خارج مصر كمان، بيطلعوا في مهرجانات. في عازف شديد الموهبه طلع من المهرجانات يعني وانتاجها، اسمه اسلام شيبسي، بيبقى فيتشرد في مجلات موسيقى عالميه. تمام، فيعني مش احنا لوحدنا اللي بنفهم والله الفن هو ايه والصح هو ايه والحلو هو ايه. يعني فكره ان احنا محصورين شويه في ذوق مجموعه من الناس، معلش مع احترامي، انما في اطلاع برضو على اللي بيحصل في الدنيا، وفي اطلاع على الاجيال الاصغر عايزه ايه، وفي اطلاع على اللي بيحصل في الموسيقى في العالم. فاما انت عايز تبقى في هذا العصر او تبقى بره، ده الموضوع يخصك كبلد. عايز تبقى خارج نطاق العصر، العصر ده بتاع ابداع، الابداع والاقتصاد الابداعي فيه one of the pioneering، يعني حاجة من الحاجات اللي كل دول العالم دلوقتي قاعدة بتصرف عليها يا جماعة، بتصرف عليها كمشروع من مشاريع المستقبل. يعني امريكا طبعا حالة استثنائية لان هي اكبر اقتصاد ابداعي في تاريخ البشر، انما كل البلاد بلا استثناء بتطلع. كوريا الجنوبية مثلا دلوقتي في اسيا عاملة مشروع على 5 سنين ازاي ان اقتصادها الابداعي يتوب اسيا مثلا. نيجيريا زي ما بحكي لحضرتك بلد اهي في افريقيا، وبلد يمكن من كام سنه كانت ممكن ظروفها اسوأ مننا، انما ادي التفكير. اوروبا، فرنسا والمانيا بيحاولوا يعملوا مشروع مشترك عشان يقدروا ينافسوا المستوى اللي وصلت له امريكا، لانه امريكا عدت بمراحل ضوئيه. يعني اذا ده حاجه كسبانه،
كسبانه وهتكسب وهيزيد الكسب، لانه كل مدى احنا داخلين على عصور احنا مش دريانين بس في كتير قوي من وظائفنا اللي احنا بنعملها دي هيلغيها الروبوت وكده، يعني هيبقى ملهاش لازمه الا الوظيفه اللي في مخك اللي هو الابداع. يعني بشكل عام يقال انه اقل حاجه هتتهدد او الانسان يقدر لسه يساهم فيها هي عمليه الابداع، لانها حاجه جايه من مخه ومن موهبته ومن ثقافته وكده. فيعني الروبوت لسه ما يقدرش يحل محل مرحله الذكاء الاصطناعي ده، هيبقى في حاجات يعني طبعا. أنا بس خلينا نتكلم على 100 سنه اللي احنا ده في قارئ نشره في الصين روبوت حقيقي. ايوه آه في اساتذه الجامعه بقوا هولوجرام بقوا بيدخلوا يدرسوا بالظبط. فاقصد اقول انه يعني دي حاجه يعني مش بنقول امن قومي، والله ده امن قومي. يعني إذا بنقول إنه في دولة في منطقتها هي دلوقتي بقى في كذا مركز إبداعي مهم، تركيا الخليج، نيجيريا في أفريقيا، المغرب العربي بتوقع قريب، إذا أنت دي المنطقة حواليك فاستراتيجيا يعني مفروض تحط هذا الأمر. عندك تراث، ما عندك تراث ممكن يتحول لأرشيف محترم جدا ومنافس، أوكي ده في الماضي. عندك بقى في الحاضر انه في هذه البلد بيطلع في اليوم الواحد حوالي 150 أغنية غير موثقة وغير مؤرشفة ولا تكسب فلوس الا في جيب اصحابها، تمام، باي طريقة كان. طيب لملي الاقتصاد دوت، حافظ لي على حقوق الملكية الفكرية، احترم ان في فنانين بتدفع فلوس وبتدفع مجهود وفنانين ومنتجين وموسيقيين وشعراء احترم مجهودهم اللي بيترمي في الارض وبيحول الصناعه لصناعه خاسره وبالسالب، عشان ما حدش عايز يطلع قانون ملكية فكرية في مصر. ليه يعني ليه هذا الهدر، ليه هذا وبعد كده يعني حط المهرجانات بقى وسيبها تاخد طريقها الطبيعي، يعني تاخد دورتها الطبيعيه، تكمل تختفي ما تختفيش بالزبط. يطلع منها زي كل فن يطلع منها الاحسن اللي زي ما بقول لحضرتك بدا يعدي فعلا لافاق كويسه، والباقي هيموت يعني زي اي ويف يعني بتطلع، اللي بيعيش منها هو الاجود، اللي بيعيش منها هو الاقدر على الاستمرار. انما لو انا كل مره اتحول الموضوع علشان نعمل بيه يعني بروباجندا ونقول برافو منعنا، على فكره الذوق العام بينحط بالتضاد يعني بالمنع، يعني بمعنى انه يعني غير انه الممنوع مرغوب وهذه الكلام، بس بشكل ما انت كل ما بتوقف حاجه عن النمو كل ما سمحت للجانب هو أدنى الأدنى بالزهور. إنه ينمو طبعا، لأنه الاحتياج ما بيروحش. يعني أنا لو تخيلت إن أنا ممكن أصنع المواطن اللي على مزاجي، اللي هو ما عرفش على مزاج مين، يعني على مزاج مثلا الطبقة المتوسطة. طب الطبقة المتوسطة دلوقتي أنا كنت في جامعة عين شمس في لقاءات من أسبوع، أنا ذهلت الحقيقة من مستوى الطلاب، يعني شيء مؤسف اكثر من مؤسف يزعل. يعني أوي أوي. تمام بدون شرح واستفاضه في تفاصيل يعني عشان محدش يزعل، بس ادي مش دي الطبقه المتوسطه، الاسره اللي تعلم اولادها في الجامعه مثلا لو خدنا ده كمؤشر، لا الطبقه المتوسطه دي بعافيه جدا عشان تحدد لبقيه المجتمع كمان يسمع ايه ويشوف ايه، يعني اللي هو روح انت شوف انت بتشوفي ايه يعني عشان توصلي لهذا المستوى يعني. لا خالص، انه الاذواق لن تفرض، واللي مش موجود في العلن هيتواجد في السر، ولكن احنا هنخسر من المحتوى كله على بعض، هنخسر من القيمة اللي بتتقدم، هنخسر ان احنا ما سبناش اي حاجة لتطورها الطبيعي، وعايزين المواطن التفصيل اللي مش هيجي ابدا. هو لو حد بس قرا نشوء الارتقاء لداروين هيعرف ان المساله بسيطه جدا. فانا عايز اشكرك جدا 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 على وجودك معانا النهارده، نورتي بجد والله العظيم. وشكرا جدا على الكلام اللي انت قلتيه والممتلئ كله بكم فيجرز اند فاكتس، ودي حاجه بحد ذاتها اللي هي مجموعه من الحقائق والارقام اللي بتثبت الكلام، ما كانش مجرد تنظير في المطلق بقدر ما هو تحليل. لا احنا بنحاول يعني احنا تعبنا من اللي بينظروا علينا بصراحه، فبنحاول ما نخترعش العجل.
العجلة يعني، شوف ايه الموجود. طيب وإلى الأمام حمو بيك. فأنا أشكرك مرة تانية وأشكركم جدا على حسن الاستماع وعلى المتابعة، وبلاش نتعامل فعلا زي ما كانت بتتكلم فيروز كراوية بهذه الحالة من التناقض ما بين ان احنا بنسمع الحاجة بس عايزين نقول ان احنا ما بنسمعهاش عشان نبان ان احنا كويسين خالص وذوقنا ما حصلش وحاجات زي كده. مفيش داعي للحكم على الفنون بانها حاجة وحشة يعني. يمكن يشاركني دايما في ده صديقي وزميلي العزيز رامي محسن، مفيش حاجة اسمها موسيقى وحشة، مفيش حاجة اسمها كده، حاجة اسمها مش ذوقك، لكن ما تقولش انها وحشة، دي حاجة تانية خالص. مفيش كلمة موسيقى حتى في اللغة او في الاحساس لا تقبل كلمة وحش. يعني لو ما نفعتكش مش هتضرك، مش بس كده؟ مش وحش، هو لون موجود، اقبله ارفضه، حبه ما تحبوش، دي مشكلة تانية خالص. سيبوا المهرجانات تتعمل، وسيبوا الناس تلعب المزيكا، وسيبوا الناس تطلع كل ما يقول داخل افكارها وعقليتها واللي هي نبتة من جوه مجتمعاتها واصولها اللي بتمتد دلوقتي لحوالي 45 سنة تقريبا من ايام 1972. وان كنتم تكرهون المهرجانات فاسألوا ايه السر وراء العشوائيات وقد يحكم فيها الرئيس الراحل يعني، لكن المسألة ما هيش كده، الفنون لا تلفظ. ادي كل القصة خلصت لحد كده الحلقة، ولو كلنا العمر هنتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاحد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات. كنتم مع بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.